في هذه الدورة نجوم الكوميديا، يعني الكوميديا هي أهم حاجة يفتش عليها الجمهور، ونجوم الكوميديا في العالم أجمع وفي المهرجانات العربية يعتبرون نجوم الصف الثاني، أو نبحث عن الممثلين الدراميين وصناع الأفلام الدرامية لتكريمهم، ولا نفكر في نجوم الكوميديا بينما أنهم هم أهم عنصر يبحث عنه الجمهور. فإذا هذه السنة سنكرم من سوريا الفنان القدير دريد لحام. للأسف الشديد لم يستطع التواجد معنا هنا في المغرب لظروف صحية لظروف سوريا أيضا، فصعب أنه يحضر شخص من سوريا، فهو بعث برسالة من بين اهداف المهرجان هو انه اولا يدير بلاصتو ما بين المهرجانات العربيه المحترفه، يعني هو اصرار. ثانيا هو انه قلت لك هذه الورشات المفتوحه او الموجهه للشباب انها تلقى صدى، بان تكون هناك واحد النشاط الثقافي على طول السنه، ما يبقاش غير المهرجان عنده موسمي يعني او سنوي، غادي كل مره غادي نتلاقاو في نفس التاريخ باش نديروا مهرجان ونتباراو ونستقبلوا ضيوف. الا بغينا نوسعوا نطاق التعامل مع الشباب وطاقات ومخرجين مغاربه وتقنيين مغاربه باش يكون ورشات ايضا طيله السنه. حنا هذا هو الطموح، هذا هو الهدف. كتبقى مساله ان هذا الشيء نترجمه الارض الواقع هو مساعده لجهات مختصه، المدينه، الجهه، الوزاره، يعني كنطرقوا جميع الابواب. وحتى اللي ما شافش فينا باننا ممكن انه خصو يعاوننا كنحاولوا اننا حنا نمشيو عنده، قلت لك باش نقولوا له لا وزارتك او هيئتك او هذا راه هي خصها تمشي تطرق هذا الباب. ربما كاين بعض الهدر في الاموال في اشياء شعبويه جدا، ما تدير لي واحد الحفله ديال الدقيقيه ولا حفله ديال ما عرف شنو، غتجيبها واحد عاشوره، كيمشيو الفلوس في شي حوايج ما عرفتش علاش ما يمكنش، هادو غا حنا بوحدنا نديروهم دقيقيه وعاشوره وختان وبعض المناسبات اللي ما كترجعش بالعائد وبالنفع للمجتمع البسيط جدا للناس. نرجع شويه الثقه في المغرب، في الحياه العامه ديالنا، في العلاقات ديالنا. هذا الشيء ما غيكونش الا ما تلاقيناش هكذا، تلاقينا وفكرنا كلنا بانه كل واحد من جهته يدير واحد الخطوه وغادي نقدروا اننا نوصلوا لاشياء جميله. حنا بلادنا زوينه وهذا كي تقدر نقولوها يمكن كومون دير تيقولها لك واحد اخر ملي تيجي وتيحب بلادك، تيحب بلادك ومن قلبه وتيشوف فيها حويجات زوينين. فاحنا ربما ما بقيناش كنشوفوا في الجمال في الواقع ديالنا او في المحيط ديالنا. يعني الدوره الثانيه هي اضافه، يعني خصنا نضيفوا حاجه جديده. فبديهيا انه السنه الماضيه كان عندنا مسابقه للافلام الطويله وكان عدد الافلام قليل، يعني باقي خصنا ثقه الناس، ثقة صناع السينما فينا باش يجيو. إذا الدورة الثانية هي إضافة الأفلام القصيرة، والأفلام القصيرة أنا بالنسبة لي مهمة جدا، لأنه الشباب اللي جاي عنده نظرة مختلفة وعنده أفكار مختلفة وخارج من محليته إلى فضاء أرحب، لأن الآن العالم مفتوح قدامك، ماشي بحال بالنسبة اللي كانوا قبل، فهو ما تيشوفش قدامه، ما تيشوفش بلده، تيشوف العالم، فهو باغي يكون في مع الناس، مع أي شيء. شاب في مخرج في امريكا او في كندا او في استراليا تيحسب راسه بحاله، عنده نفس الادوات باش انه يشتغل السينما. فهذا اهم حاجه انا بالنسبه لي واللي كنطمح ليها، هو انه نحلوا الباب للشباب المغربي سواء في جميع فروع السينما. انا ام لشابين والابنه ديالي كتشتغل في السينما ودرست هنايا ومشات لامريكا تخصص صوره، وعندي ابن نفس الشيء ماشي في نفس الاتجاه، فكنشوفهم
فهمتي قراب ليا هاد الشباب اللي متعطش انه يشتغل في هذا المجال الفني، وكنشوفوا هاد الشيء من خلال اليوتيوب مثلا بزاف ديال الطاقات، خاصها واحد شويه ديال التاطير باش تحط رجلها على الاحترافيه، ما يبقاش هذا المجهود هدر هكذا، لان كاين بعض الناس اللي خصهم غير واحد شويه الدفعه باش يوصلوا. لا المهرجان ما عنده تعلقه بالحكومه، انا تنقول لك غير ملي كتكون عندك واحد مصلحه خصك تمشيها كتقدر خصك تبيع السياسه وش واقع، اما حنا ما عندنا حتى علاقه لا بسياسيين ولا بوزاره ولا حنا جهاز حكومي ولا تابعين لشي حد، ولكن ملي كتقلب على واحد غادي يدعمك فمثلا كتمشي للاتجاه مثلا ما غنمشيش لوزاره التجاره، ما غنمشيش لوزاره الصناعه، يعني خص تشوف القطاع اللي هو اقرب واللي ممكن يفهمك واللي ممكن داك المسار ديالك والمخطط ديالك ماشي مع التوجهات ديالو. كاين واحد شويه ديال الخلط هو انه هنا مهرجان السينما، يعني حنا كنكرمو ناس كيشتغلوا في السينما، بينما الشباب الان باقي حتى واحد ما وصلش وما دارش خطوه في السينما لا على سواء التمثيل او الاخراج، يعني الشباب كلهم مشغولين في التلفزيون او في العروض الخاصه، هادو هما الكوميديين الشباب، يعني مازال ما دخلوش للمجال السينما، يعني كتبقى مساله التلفزيون. هذا هو السبب.